صدق يا سعد أني في كل لحظة يزداد تعلقي بمنى، وهي بعد. يا ولد الحلال، كل هذه الأمور صارت بسرعة. يعني يحتاج لك توقف مع نفسك شوية وتفكر. ليش منى تريدك؟ ليش منى تريدني؟ لأنها معجبة فيني. وليش ما يكون عندها مشاكل وتريد حد يوقف معاها ويساعدها في حل مشاكلها؟ وانت فاهم الموضوع غلط. بصراحة أنا أشوف مستحيل يصير عقاب بهاي السرعة. اسمعني يا سعد، أنا الحين مستعجل، ما أقدر أكمل معك المناقشة. زين، يلا مع السلامة. الموضوع كله بيد أمي. أمي لو وافقت راح تتسهل أمور كثيرة، لكن لو رفضت راح تواجهنا عقبات كثيرة. أنا حاس إنه راح تواجهنا مشكلة من البداية. أنت حاس؟ أنا متأكدة من هذا الشيء، ولازم تشوف لنا على حل. أنا ما أقدر أستغنى عنك. الكلام لازم يترجم إلى فعل وواقع. سامحني، أنا إنسانة صريحة وعملية في نفس الوقت. تعلمت إن الإنسان لما يريد شيء لازم يسعى له. أنا فاهمك، فاهمك كثير. تأكدي إني أنا ما راح إني أتأخر عنك ثانية واحدة. خلي الوالدة ترجع بالسلامة إن شاء الله، وراح أبدأ الخطوة الأولى. بس لو ما وافقت الوالدة كيف راح نتصرف؟ ساعتها أنا بتصرف. حسان، يا ولدي ما أريد مشاكلك تأثر على صلاتك. ترى الصلاة فرض على كل مسلم، وبعدين لما تكون عندك أي مشكلة صلي لله ركعتين وادعوه سبحانه وتعالى بيحل كل مشاكلك. أكيد مرة فقدتني في المسجد يا معلم. فقدتك لما كان أخوك غسان هنا وصلى معنا في المسجد وانت تراجعت، ويعلم الله تكون صليت ولا ما صليت ذاك اليوم. أكيد أني صليتها يا معلم، لكن صليتها في المزرعة. كان الأولى أنك تصلي في المسجد. لا أظن يا ولدي أن الصلاة تسقط على الإنسان لما يصليها، لا، تعتبر مثل الدين عليه ولازم يقضيها. حاضر يا معلم، صايحك على العين والرأس. حسان، أنت بحسبة ولدي وأريد أكلمك شوية وتسمع كلامي وتفهمه وتفهم من حواليك. شغلت لي بالي يا معلم، قول وأنا أسمعك. إن شاء الله يا أم غسان من باكر الصبح بشيل حسان ولدي وبنصير عند الطنا، وبنختار لكم إن شاء الله الخرايف الزينة والسعر الزين بعد. وإن شاء الله الفلوس بيكون عند حسان يجيب لك إياها. إن شاء الله إن شاء الله. في الحقيقة يا أم غسان أنا من كمين يوم باغي أتكلم معكم في موضوع شوية، وأشوفها فرصة إن اليوم كلنا مجتمعين. كأنك جايب لنا خبر خميس. نعم يا أبو غسان، جايب لكم خبر وطلب. نحن اليوم أسرة، أسرة ناقصة، ينقصنا. بس يا خميس بس،
تريد تتكلم في موضوع غسان. غسان ولدي، لكن قلبي مجروح منه. أنا ما أقدر حتى أشوفه أو أسمع عنه أي شيء. غسان مهما كان فهو ولدش الصغير اللي محتاج لرعايتش وعنايتش، محتاج إنش توجهيه وتعلميه. غسان سوى مثل الطير اللي ما عاق منه عشه وراح يدور على عش تاني. تلقاه الحين يدور على عش عشان يسكن فيه. خلينا نرجع العشة، هو الحين محتاج له ونحن محتاجين له. أنا ما محتاجة حتى أشوفه. خير سيف بعده موجود وأفضاله مغرقتنه. أنا ما أريد حد يصرف علي، لا غسان ولا غيره، على اليومين اللي باقيات من حياتي. يا غسان، الولد جاني وطلب مني السماح والرضا، وطلب مني إني أتوسط له بينه وبينش وبين أخوه وبين بنتي. غسان حاسب غلطه، وندمان على اللي سواه، والإنسان يغلط، وإذا ما غلط ما بيتعلم. أما عن نفسي أنا سامحته في اللي سواه فيه وفي أخوي. يا أم غسان، خلينا نرجع الأمور مثل ما كانت. السلام ورحمة الله. السعود ولد عمي. أهلا وسهلا. ومن يكون الأخ؟ هذا سالم مدير عندنا في الشركة. يعني أمش مسافرة وما موجودة؟ حضرتش تدخلي وتجي على كيفش؟ خضرت تقولولي انتو جايين من وين الحين؟ انت ما من حقك تسألني، وبعدين انا حرة في نفسي، انت فاهم؟ وانت يا استاذ يا محترم، كيف ترضى تركب بنت معاك في مثل هذا الوقت؟ يعني لو كانت هذه اختك ترضى حد يركبها معاه في السيارة في مثل هذا الوقت؟ بس انا مش اي واحد. اذا انت ايش؟ ايش فيك؟ نزل ايدك احسن لك، ما انزلها الا وهي على راسك. مجنون، ترك حرام عليك، بتقتلها. تركها، حرام عليك. غبي غبي وستين غبي. الحين قل لي يا فالح، اي زواج هذا منى اللي رايحة توافق علي منك؟ واي شركة هذه اللي رايحين نستفيد من وراها؟ بتصرفك الاحمق وهمجيتك ضيعت علينا كل شيء. والله الغباء والهمجية ما جايبنها من بعيد. بس ولا كلمتي. يعني يا ابوي تريدني اشوف منى مع واحد غريب واسكت ما اتكلم؟ لا لا تسكت، لكن فكر بعقل ما بغباء. وين منى الحين؟ ما اعرف، يمكن شلوها المستشفى. اخسى عليك من ولد، حتى في هذه ما فلحت. المفروض انت اللي توصلها الحين. خلاص بتضل متمسكه بيه وانت ولا تعير لك بال ابدا. انت ايش انت ما تفهم انت؟ ها اسمعني زين، من بكره ما ابغى اشوف وشوفكم في مسقط. روحوا البلد، جاييني من هناك بمشاكلكم. أنا ناقص مشاكل أنا؟
اسمعني، اما انا ما انتقل من مسقط لين ما تحقق كل مطالبي. مطالبك هذه انسيها يا مدام، انسيها. وانت اسمعني زين، ابغاك تروح المستشفى علشان تطمن على منى وتعتذر من صاحبك اللي ضربته بدل ما يسوي لك قضيه في المحكمه بعد. يلا. تعبت من هذا الموضوع، تعبت، وصل الحال بي اني اقول له غصبا عليك تطلقني، ان شاء الله يكون بفضيحه. مرشد تو ما تقوم تدخل تنام؟ الحين بجي. سيري انت، سيري. وين رايحة سلمى؟ سمينا بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبني الطنة في مزرعة شايب هاشم. نعم. بكم منادي؟ كم ما قسم الله؟ ريال. هذه جابسة كأنها لوح، أظني ما مسقاية من 50 سنة. بكم منادي؟ ريال. ريال ريال ريال. وميتي. ميتي. وأربع. ريال وأربع. ست. ريال وستمية. ريال وست. ريال وثمان. ريالين. ريالين وميتين ونص. ريالين ونص. ثلاث ريالات أبوي، ثلاث ريالات. لوينا ما تستاهل. يلا توقع على الله. ثلاثة ريال أوجبه؟ وجبه. لا تكتب صبر، ولا بفلوس الدنيا بطنك يا هذه نخلة. سمع أنت دلال، استمر بريالين ونص، وهذا المخلوق هذا لا تأخذ منه كلمة في أموالي. سمعت ولا لا؟ بس هذا سوق ودلالة، ومرشد حاله من حال الناس. في أموالي لا، وستين لا، خلي يروح يصطني من مكان ثاني، لكن من عندي أنا لا. خلا أبوي خلا، ما أريد نصطنا من جنة الفردوس. خلا أبوي خلا. يلا يا دلال شوف شغلك، إحنا ورانا أعمال وأشغال. نادي على ريالين ونص بس، ما تزيد أكثر من كذاك. نادي بثلاثة ريالات. ثلاثة ريال. ثلاثة ريال. أربعة. خمسة ريال. خمسة ريال. خمسة ريال. ست ريالات. ست ريالات. ست ريالات.
حديريج. 6 ريال ونص. 6 ريالات ونص. 6 ريالات ونص. 6 ريالات ونص. ما حد يريد، ما حد يزيد. 6 ريالات ونص. أوجبه. بسم الله الرحمن الرحيم، وجبناك يا درويش. وين كنت ناوية تروحي البارحة؟ كم مرة سألتيني هالسؤال يا عمتي وقلت لك كنت تعبانة وما جاني نوم، قلت أروح أتمشى في الحوش. أنا حاسة إنك كنت تريدي تطلعي برا البيت. أطلع وين أروح؟ أنت اللي تجاوبيني على هذا السؤال. وين كنت ناوية تروحي؟ قلت لك كنت تعبانة وتتمشي في الحوش. بسش من هذا الكلام، قولي الصدق يا سلمى. أنت تشكي فيني يا عمتي؟ ما كنت أشك في شيء، لكن الحين بديت أشك. كل هذا اللي جالسة تسويه ما يشفع لك. كما تعرفوا يا جماعة الخير، هذا المال وقف، وأنا أبني بهذه القلبة. كم مناري؟ كم قال؟ ريال. 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 ريالين. ريالين. ميتين. ميتين. ريالين وميتين. أربع. 400. ريالين وأربع. ونص ونص. ريالين وخمس. حد زادي؟ 3 ريال. نعم. 3 ريال. 3 ريالات. 3 وميتين. 3 وميتين. 3 وميتين. 3 وميتين. 4 ريال. 4 ريال. 4 ريال. 200. وميتين. 4 و200. 4 و500. 4 و500 بيسة. 4 و500. 4 و500 بيسة. 8 ريالات ونص. نادي. 8 ونص. 8 ونص. 9 ونص. 9 ونص. 9 ونص. 9 ونص. 9 ونص. 10. ريال. 9 ونص. وجبه يا حاج. وجبه. وجبه. تفضل. تفضل استاذ عبد الحليم. بس انا ما طلبت شيء يا فوزيه. انا عارفه، بس انا شايفه انك متوتر ومحتاج لكوب الشاي، يمكن اعصابك تهدى، وفضلت اني اجيبه بنفسي. احسنت. شو تامر نمشي شيء ثاني بعد؟ شكرا جزيلا. احسنت. طيب عن اذنك. تفضلي. خلاص يا عبد العزيز، انهي الموضوع. انا ما اريدك تهتم بنا، صار لاكثر من 25 سنه، وان كان عليه فانا متعوده على الوحده، وانت عارف هذا الشيء زين. لا تتمسكني زياده وتخلي عمرش طيبه، بيطلقش وإيده فوق رقبته. وأنا مستعدة، ويا ريت تكون بالثلاثة علشان ما تكون هناك رجعة. أنا ما أحب المشاكل ولا أحب أدخل في صراعات مع أحد. طلقني يا عبد العزيز، طلقني وارجع لبيتك، أولادك أحق بك مني. الغلط لازم ينتهي، وانت سويت اكبر غلط بحقي. سر ما يختفي لابد ما ينكشف، وجروح ما تندمل من هالقلوب ترتجف. السر ما يختفي لابد ما ينكشف، وجروح ما
انت طالق يا صفيه، طالق، طالق. ليش يا عبد العزيز؟ ليش سويت كذاك؟ ليش تهدم بيتك؟ هذا اللي كانت تريده سميرة يا إيفا. بس سميرة ما قالت لك إنك تطلق زوجتك يا عبد العزيز. هذا اللي كانت تريده هي، اتصلت بصفية وخلتها تيجي لحد هنا. وإن كانت سميرة سبب ما تقوله، بس لازم تحكم عقلك يا عبد العزيز، أنت ما لازم تتسرع. خلاص يا أيمن، اللي صار صار. بس اللي صار يا عبد العزيز ممكن يتصلح، أنت ممكن ترجع صفية. أنت لازم تطلقني أنا، لأني أنا اللي اقتحمت عليكم حياتكم. لا يا إيمان، لا، لا، أنا اللي اخترتك وأنا ما زلت متمسك بيكي. أنت زوجتي يا إيمان. أنا صفية كان المفروض ننفصل من زمان، أنت بعدك ما عرفت المشاكل اللي بيني وبينها. بس مهما كانت المبررات، أنا لا يمكن أرضى عليك يا عبد العزيز. أنت لازم تلحق صفية وتشوفها قبل لا ترجع صحار. أنا ما أريد أهلكم يعرفون إنكم انفصلتوا عن بعض. بس هي تريد أن تصل، يعني شروط صفية علشان نبقى كزوجين لازم أطلقك يا إيمان. بس مع ذلك أقول لك إنك تسرعت. خلاص يا إيمان، انزل اللي صار وخلينا نفتح صفحة جديدة، نعيش حياتنا من جديد يا إيمان. كيف أنسى يا عبد العزيز؟ كيف؟ وأنا راح أعيش حياتي، أحس إني أنا السبب في هدم بيت صار له 25 سنة انبنى. أنا ما قادرة يا عبد العزيز، ما قادرة. أنت لازم تطلقني، طلقني وريحني من العذاب اللي أنا فيه يا عبد العزيز. مستحيل يا إيمان، مستحيل، مستحيل. إذن عطنا رقم تلفون صفية وعنوان بيتها. ليش يا إيمان؟ هذا رقم تلفون بيت سميرة يا عبد العزيز. ألو، إيش؟ منى في المستشفى؟ عبد العزيز أنا لازم أسير منى المستشفى. وأنا جاي معاك يا إيمان.
الحمد لله على السلامة يا منى. لا 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 تقومي، خليكي جالسة كذي أحسن، أنت بعدك تعبانة. أنا خفيت لما شفتك واقف معي الوقفة. سعود سوى فيك كل هذا؟ ما يهمك أنت، أهم شيء أنك تهتمي بصحتك. وبعدين سعود معذور باللي سواه، شيء طبيعي أنه يتصرف هذا التصرف لما يشوف بنت عمه جاية مع إنسان غريب ما يعرفه. أنا لو كنت مكانه كنت سويت أكثر من كذا. بس هذا شوه لك وجهك. أهم شيء أني صورتي ما تتشوه في عينك. عمرها صورتك ما راح تتشوه في نظري. سلامتك يا منى، ألف سلامة. إن شاء الله ما تشوفي شر، بس فهمينا إيش اللي حصل؟ كل خير خالتي، ما صار شيء، ما صار شيء الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا بنتي، إن شاء الله ما تشوفي شر. عمي عبد العزيز، يا ريت لو تقابلنا في ظروف أحسن من كده. وهذا اللي بيحصل يا بنتي، بس كيف صحتك الحين؟ أنا بخير، أنا الحمد لله ما فيني شيء. أريد أطلع، أريد أرجع البيت. لا يا منى لا، أنت لازم تستريح شوي في المستشفى. أنت اللي تشاجرت أمس مع والدي سعود؟ قصدك هو اللي ضربني يعني؟ على كل حال يا اسمي سالم بن عبد الله. على كل حال يا سالم، ما حصل إلا كل خير. أنا جاي أعتذر بالنيابة عنه، هو بس خليته الغيرة لما شاب بنت عمه معاك في السيارة، لا أكثر ولا أقل. على العموم أرجو أنك تقبل اعتذاري وتنسى اللي صار، وأنا مستعد أعوضك عن كل شيء. لا أنا ما أطلب أي شيء، كفاية كلامك الحلو هذا. بس أنت وجهك يعني يحتاج له علاج، ما يصير. مش مهم الحين، خلينا في الموضوع. أنت لازم تتعالج الحين قبل لا أطلع أنا من المستشفى. علاج الوحيد يا منى هو طلوعش من المستشفى بالسلام. تعال سالم، تعال تعال معي عشان تتعالج. تعال Your sister is sick. She needs your help. Amin! Amin, wake up! Your sister, she needs you! Now! I need you to wake up, please. You go now to your sister. Huh? I'm very worried to your sister. She's very sick. Please. You have okay, to go. Okay. You go. Anna, Iki. Please, you have to go now to your sister. She's very sick. Okay, okay. All right? Okay. Okay. أنا أروح البلد الحين وأكلم عمي، وإذا كانت الظروف زينة أجيبه معي وأنا جاي. إن شاء الله يا غسان، بس خلي بالك من الطريق وطمني عليك. ولا يهمك، تأمر شيء ثاني بعد؟ سلامتك. طيب مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير. سلام. الله معك يا غسان. تفضل. في شيء يا فوزية؟ ايوه، اتصلت قبل شويه مدام سميره.
وتقول إنها بتوصل الليلة. طلبت مني أرسل لها السائق. ما في داعي للسائق، أنا راح أروح لها المطار وأجيبها إن شاء الله. في شيء ثاني بعد؟ سلامتك أستاذ، عن إذنك. تفضلي. أنا بعدني ما مصدقة، معقولة ما نقدر نستطني ولا نخلة؟ بعيد الشر، خير إن شاء الله. إيش المسألة؟ أوحد يا شوفه، أول مرة تصير معنا. صدقها أمك، أنا وحدي مستغرب يا ولدي، بس المسألة كانت طبيعية وقت الطنك وما كان في شيء غريب يعني. لا يا عمي لا، أنا متأكد إنه استويت لعبة في الطنك. لعبة إيش يا ولدي؟ أنا شاك إنه مصبح وحارب ودرويش ما كانوا يستطنوا حالهم، أكيد المسألة فيها شيء. أه أقول كلام غير هذا الكلام يا حسن يا ولدي؟ هو عمك قدامك جالس يقول إن المسألة ما فيها شيء غريب، ها؟ صحيح. كل الموضوع عادي وحسب الأصول. نعم. الشيء الغريب اللي حصل يا أمي، أنا شفت مصبح وحارب ودرويش يخرجوا من مزرعة عمي قبل الطنب ربع ساعة. زين. تعرفوا من اللي طلع وراهم؟ من؟ مرشد. تقدروا تقولوا لي الحين ويش كانوا يسووا مع مرشد ذاك الوقت؟ أكيد المسألة فيها شيء غريب. يعني قصدك يا ولدي تقول إن هذيل الثلاثة كانوا يستطنوا هالمرشد؟ بالضبط. المسألة ما لها غير هذا التفسير. حتى لو صار مثل ما تقول، نحن ما عندنا دليل ضدهم، وهذا الشيء مجرد شك، والمسألة الحين مثل ما يقولوا فات الفوت، ما في فائدة. كل البلاوي اللي تستوي بسببها مرشد، الله يجازي وينتقم منه يا رب العالمين، الله يجازي. ما أعرف وحدي هذا الإنسان ما يبغى الناس تعيش في حالها حالمه، بعيد الشر، خير إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا موسم وراح علينا. هذه المرة زين سويت يا غسان، ما طولت الغيبة مثل الأول. الشيء اللي جابني بسرعة هذه المرة أقوى مني ألف مرة. أنا جايينك اليوم يا مرشد علشان أخطب فاطمة منك. معقولة؟ هي نعم، لأني فكرت في كلامك زين وشفت إنه ما في أنسب من فاطمة بالنسبة لي. هذا هو الخبر الزين. هذه هي الفرحة الحقيقية اللي انتظرها من زمان. ألف مبروك، ألف مبروك مقدما يا النشمي يا الأصيل يا الشمك، ألف مبروك. يا سلام عليك يا غسان، مستويش ما تعجب الحين إن شاء الله. بس عاد في واحد لازم تجي البيت وتخطب فاطمة من أمها، هي لازم استوي شيء حسب الأصول، هي تعرف أنا تاني ما أبوها وناخذ راهي بعد مرة واحدة. وعلشان تمشي الأمور حسب الأصول، إيه؟ أنا جاي اليوم البيت عندكم علشان أخطبها رسمي. والله؟ هي نعم. ألف مبروك، ألف مبروك. يا سلام عليك، يا سلام. ألف مبروك يا مرشد، كل شيء صار باسمك. ألف مبروك، ألف مبروك يا غسان. سلام عليك. والله يا غسان أنا ما قايمة ألاقي البنتي فاطمة أحسن منك، أنت والنعم فيك. لكن أنت عارف كل شيء له أصول، إحنا ما من عاداتنا نزوج بناتنا بالدسية. وأنا ما أرضى لفاطمة هذا الشيء يا خالتي، بس أنت عارفة علاقتي مع أهلي هذيل اليومين، أحاول أصلحها. في نفس الوقت قلت أجي أحجز فاطمة لنفسي، وإن شاء الله عمي والوالدة بيجي خطبوا قريب لما تهدى النفوس والطيب. هذا إذا ما عندكم مانع. أنا ما عندي مانع وفاطمة موافقة، وهذا مرشد راية من راينا. ولا عندك كلام ثاني يا مرشد؟ عبد الله يا زكية، غسان
والنعم فيه. وهو حسبة ولدي؟ نعم حسبة ولدي، وما ظني فاطمة بتحصل أحسن منه، ولا هو بيحصل أحسن منها. نعم اسمع أنت، ما قلت لي يا غسان إيش اشتغل هناك في مسقط؟ أنا يا خالتي مدير شركة مقاولات كبيرة في مسقط. عليك ذاك، يعني لو طلبنا منك تساعدنا في المقاولات أظنيك أنك ما بتقصر. في المقاولات وغيره وغيره يا خالتي، أنا في خدمتكم، وأنتوا تطلبوا وأمروا وأنا نفذ. بس عاد يا ريت تصبروا علي لحد ما تطيب النفوس وتصالح مع أهلي. ولا يهمك يا غسان، هو أنا بنفسي بصالحك مع أهلك. ألف مبروك يا غسان، ألف مبروك، والله يتمم بخير إن شاء الله. الله يبارك فيك يا عمي، أنا ما مصدقة أنه غسان كان عندنا في البيت. يعني تحسبين أضحك عليك أنا يا فاطمة ولا كيف يعني؟ حاشاك يا عمي حاشاك، أنت قلت وفيت بكلامك، وهذا غسان كان عندنا في البيت. أنا دائما يا بنتي يا فاطمة أتمنى لك السعادة والراحة، وأبغيك دائما أشوفك فرحانة، وإن شاء الله هذه الفرحة بتبقى على طول عندك. وأنا أتمنى أزرع الفرحة بقلبك يا عمي، بس ما أعرف كيف. أنا يكفيني يا بنتي يا فاطمة أن شايلة همي معي، وأنا ما أريد منك شيء أبدا. بس نحن متفقين أنا لما يجي غسان يخطبني تأخذ أنت مني التوكيل، وهذا الشيء صار. لكن الحين خليني أنا أوفي بوعدي معك، ولا تريدني أكون مقصرة؟ حاشا يا بنتي، حاشاك عن التقصير. نعم حاشاك. عقب يلا. يعني إيش يا فاطمة؟ يعني نروح نخلص موضوع التوكيل، تشتغل بأموالي، تبيع وتشتري، وأنا واثقة فيك يا عمي. إي بس لا تقول بس يا عمي، يلا نروح. بس أنا أخاف يا بنتي يا فاطمة أمك تسمع بالموضوع وتعرف عنه وتزعل منك وتسوي لي أنا مشكلة، وأنا ما ناقص بيني وبينك. أنا من زمان بغيت أقول أني متراجع عن هذا الموضوع، ما أبغى شيء، مسامح. بس أمي ما بتعرف عن الموضوع هذا إذا نحن ما خبرناها، أكيد أنها ما تعرف، وبعدين أصلاً أنا وإنت ما قايمين نخبرها بشيء. أنت شايفة كذاك؟ طبعاً يا عمي. عجب، خلنا نروح. يلا يلا يلا. ايش تقول يا غسان؟ تريدني اخلي ديني في دين مرشد؟ لا لا يا غسان لا، انت اكيد جنيت. نعم اكيد جنيت يا عمي يا عمي، اذا ما انت اللي بتخطب لي من بيخطب لي؟ انا مالي حد غيرك. انا بصراحه جاي انك متعشم فيك كل خير. من قله البنات تصير تخطب لي بنت مرشد؟ هذا صير دور لك اي بنت، وانا مستعد الحين اصير معك. لكن بيت مرشد لا يمكن اني ادخله، ولا يمكن اني اطلب منه هالطلب. بيت الاخره اهون لي بمليون مره من بيت مرشد هذا. حتى لو قلت لك يا عمي انه بزواجي هذا برجع لك بيتك ومزرعتك باسمك. ايش؟ ايوه يا عمي، وانا اوعدك انه هذا الشيء يتم. لا لا يا غسان لا، انا لا يمكن اخلي ديني في دين شيطان. مرشد هذا شيطان في صورة إنسان. حتى لو حصلت مزرعتي وحصلت فوقها 10 مزارع، لا يمكن لا يمكن إني أخلي إيديني في دين مرشد هذا، تفهم؟ قلت لك اطلع برا، أمي ما موجودة ولا أمين موجود. طالع يا منى، بس أنا جاي أعتذر على اللي صار هذاك اليوم. خلاص ما صار شيء، والحين تفضل. ما قبل ما تعرفي الموضوع الأساسي اللي أنا جاي عشانه؟ يعني حضرتك ما جيت تعتذر؟ سبب مجيء الاعتذار يا منى، بس الموضوع الأساسي اللي بيني وبينك. لا تقول لي بعد جاي تخطبني. يعني يا منى أنت حاسب اللي أنا حاسس فيه؟ اطلع برا قبل لا ارتكب فيك جريمة. وعلى فكرة سالم اللي شفته معي يصير خطيبي. ايش؟ مثل ما سمعت. والحين تفضل. يعني يا منى تفضلي سالم علي أنا؟ أنا حرة أختار اللي أنا أريده. لا يا منى لا لا، أنت بنت عمي وأنا حق بك من الغريب. هذا في عرفك أنت وبس. أنا حرة نفسي وما حد له سلطة علي
ولا اختار اللي انا قلته. وسالفه اني انا اتزوجك هذه الفكره شيلها من راسك، فاهم؟ بتتزوجيني يا منى؟ يعني بتتزوجيني؟ لا تخليني اطلع عليش كلام انت وصاحبي السالم هذا. انت وقع ودنيء صبرا ولك برا برا حقير دنيء ووقع. اسمح لي اقول لك انك جالس تدمر نفسك. هذه البدايه، والله اعلم ايش اللي بيصير بعدين. وايش اللي بيصير يعني يا اخي؟ انا ومنى متفقين على الزواج، ايش الغلط في هذا؟ الغلط انك ما من مستواها. هي بنت صاحبة الشركة وانت يلا حيلا سايق مع امها. بس هي كلمت الاستاذ عبد الحميد عشان يغير لي المسمى الوظيفي، لكن زي ما تعرف الاستاذ عبد الحميد ما يقدر يعمل اي شيء الا باذن من الاستاذة سميرة، بس انا ضامن انه بيغير لي المسمى الوظيفي. اخاف انك تحلم كثير يا صاحبي. اصحى يا سالم، والحد هنا وكفاية. ابن عمها اللي يسوي فيك هذا ممكن يسوي فيك اكثر من كذاك. ما يقدر يسوي فيني اي شيء، راح اوقفه بالقانون. يا اخوي انتبه لشغلك وخليك من المشاكل. سعد ممكن تجي معي؟ اجي معك وين؟ اخطب منى. ايش؟ ما اريدك، خلاص ما اريدك. ضيعت سنين عمرنا مره واحده وفضلت الجديده علي. انا روح وارجع لها، وانا مستحيل ارجع لك مره ثانيه. ايدي يا صفيه، ايدي علشان نعرف نتفاهم بسهوله. عصبيتك هي اللي وصلتنا الى هذا الحدود. قلت لك ما اريد اهدى واطلع من هذا المكان، ما اريد اشوفك. روح على اللي فضلتها علي وعلى سنين عمري واولادي. كل شيء ممكن يتصلح يا صفية، كل شيء. إلا رجوعي لك ما ممكن يتصلح. ممكن يا أمي ممكن، إذا أبوي طلق زوجته. أنت أحسن لك تضل ساكت، لا تجلس تقول كلام ما تعرف معناه. بس أنا بس ولا كلمة، خليك في حالك وفي مشاكلك. إيش آخر كلام معك يا صفية؟ ما بقى في آخر، اللي بيني وبينك انتهى.